دلوقتي هو كابتن احمد اشرف من منتخب مصر للجمباز. ازيك كابتن؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. حابب ابتدي معاك الاول من الاول بقى خالص. الجمباز ابتديتها وانت عندك كام سنه؟ وايه اللي خلاك تكمل فيها سنين كتير لحد دلوقتي؟ ابتديت وانا عندي 4 سنين في نادي سموحه. واللي شجعني على كده ان انا بابايا ومامتي هم اساتذه جامعه وكانوا على طول موجودين في النادي. ماسكين فرق في النادي ومديرين فنيين. فمن وانا صغير موجود في الصاله ومتعود ان انا اشوف لعيبه واتبسطت جدا لما بدات اشترك في الجمباز وبدات ابقى جزء من الصاله بتاعت نادي سموحه في الاول وانا صغير. بعد كده بدا الموضوع يبقى واحده واحده تطور وشغل وكده. اتعلمت كل حاجه بالراحه، مفيش سرعه عندنا، واحده واحده لازم بخطوه بخطوه. بدات ابقى جمهوريه، اخش اجيب ميداليات في جمهوريه اول بعدين اول بعدين اول. بدات الناس تشوف ان انا فيا امل يعني، او فيا حاجه ان انا ممكن اعملها بعد كده لما اكبر. بدا الاهتمام بقى من الاول من منطقه اسكندريه وبعدين من هنا من المنتخب. لحد ما اول بطوله ليا دوليه لعبتها تقريبا كانت 2011 في تركيا. اثبتت لي دلوقتي سموحه واسكندريه. كانت في 2011 كنا طالعين تركيا بطوله اسمها البوسفور بوسفور كاب. وجبت يعني ميداليات في اول بطوله ليا دوليا، وده مش بيحصل يعني كتير في مصر. جبت ثالث فردي عام وجبت تاني على جهاز وجبت تاني على جهاز تاني. فيعني الناس شافوا ان انا في يعني تقدم وفي ان انا ممكن ابقى حاجه كويسه بعد كده. بدا بقى الاهتمام، بدات انزل مع المنتخب هنا واسيب اسكندريه شويه واسيب المدرسه وكده، وابتدي انزل مع المنتخب كتير واقعد معسكرات وكده. بعد كده بطوله افريقيه، اول افريقيا. بعد كده بدات بقى الدنيا تمشي لحد هنا. من وجهه نظرك ايه المميز في الجمباز؟ يعني ايه المميز في الرياضه دي؟ بص انا هقول لك حاجه، انا المميز بالنسبه لي في الرياضه دي ان مش اي حد يقدر يلعب جمباز. يعني انا بحب العب مع اصحابي كوره وباسكت وفولي وممكن نعوم ومش عارف ايه، بس مش اي حد منهم يعرف يلعب جمباز. يعني احنا بنسيب وبنمسك ونطير وننزل على الارض وكده. وكمان اللعبه مبهره يعني كل ممكن يجي يتفرج يبقى معجب باللي انت بتعمله. صح، بس هي مشكلتها شويه ان هي في اصابات بقى وكده. بس لا تمام، جميله يعني. هل بس العلم تطور في حته الاصابات دي، ان الواحد ازاي يقي نفسه من الاصابات اذا كان يعني بالوسائل كتير جدا تهالي دي؟ طبعا في حاجات لازم نعملها اللي هي ريكفري، ولما تخلص تمرين ازاي تعمل اعاده استشفاء بدني ما يبقاش عليك لود تمرين، بحيث ان انت تبقى داخل التمرينه اللي بعديها مستريح بدنيا تقدر تأدي كل اللي عندك، حتى يتفادى لو هو هيعمل حركه غلط، يتفادى اللي هو يعملها غلط. حتى لو يبقى جسمك مؤهل ان انت تتمرن براحتك وانت تبقى مبسوط وانت بتلعب، مش مفيش حاجه وجعاك، مفيش حاجه مأزماك. تمام. فيعني العلم هو اللي فادنا في الحاجات دي. ايه اللي فرق معاك بقى من وانت لاعب في انديه لغايه ما دخلت المنتخب؟ يعني هل احمد اختلف من لاعب منتخب لاعب نادي؟ في حاجه جواه اتغيرت، او يعني شفت الرياضه دي من زاويه ثانيه، او بقى ليك اهداف ثانيه؟ هو الحاجه الكبيره هو علم مصر بالنسبه لي. يعني انت لما تشوف علم مصر اول مره في حياتك بيترفع قدامك وسط البلاد الثانيه، يبقى بعد كده حلم ليك ان انت كل مره تنزل ترفع علم بلدك وترفع يعني نفسك او مجتمعك في وسط الناس دي كلها، وتثبت للناس ان هم يعني. انا كل اصحابي تقريبا في المدارس وكده، انت ازاي ما بتجيش معانا تذاكر وتخرج معانا وبتاع؟ لا انا مركز، انا عايز حاجه معينه. اللي فرق بقى من سموحه للمنتخب الاهتمام، شويه في الاهتمام. اهتمام ان انت بتاكل ايه، بتشرب ايه، ما ينفعش ايه، الليميتس اللي انت ممكن توصل لها، علاقتك بالناس اللي حواليك. طبعا الملعب، الصاله، المدربين. طبعا في مدربين. اسلوب حياه جديد في المنتخب. اسلوب حياه جديد فعلا. يخليك يعني بتفرق شويه عن غيرك في نوادي او كده.